ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما كثف طيران الاحتلال من غاراته على خان يونس جنوب القطاع، والتي تتعرض لقصف مدفعي شديد، بينما تدخل الحرب على القطاع يومها 22 بعد المئة. وتشير أحدث بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34238 فلسطينيا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 66630 مصابا منذ بدء الحرب.